باكر او عقب باكر بعد اعياد نوروز. انا اعطيك فد معلومه همينه انه نعم. هناك انبثاق تحالف انقاذ وطن اللي يكون بدلا عن التحالف الثلاثي ان شاء الله. هذا التحالف حاله عاتقه انه يكون اولا تشكيل الكتله الاكبر، ثانيا تشكيل رئاسه الوزراء، ثالثا السير بالعمليه السياسيه من اجل انقاذ البلد مما نحن فيه الان. هذا واحد. اثنين بالنسبة للنصاب، أنت جنابك قلت حتى في بدء حديثك أنه النصاب إن كان من المستقلين إن كان الكل إلى رغبة بالحضور، باعتبار أنه هناك حتى لدى بعض الكتل السياسية مرشحين لرئاسة الجمهورية يجب أن يحضر. طيب. إن كان الاتحاد، إن كان جيل الجديد، إن كان الامتداد، إن كان حتى المستقلين، حتى بقية الكتل السياسية لديهم الرغبة القوية بالحضور، باعتبار أنه هناك ليس فقط رغبة، الشعور أولا شعور بأنه هناك هذه، خاصة في هذه الفترة وهذه المرحلة. أستاذ مهدي، إنقاذ وطن بمستقلين؟ نعم، إنقاذ وطن بمستقلين؟ طبعا طبعا. ايش قد بعيدة، وانا اقول لك اياها النصاب كامل وطالعين قول اخوي عبد الجد. لا لا اخوي الشيخ هو راح اقول له استغفر الله. لا لا اقول لك مفاجاه. لا بالمناسبه ايش قد العدد؟ 35 وفوق. 35 نائب مستقل وياكم بالتحالف وفوق.